بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية بير سيدام ماليزيا حملت أحفاد عثمان بن عفان لحفر الآبار في الغوطة الشرقية المحاصرة، المشروع رقم 4. انتهينا بفضل الله تعالى من حفر هذا البئر، سننتقل لتنفيذ المشروع رقم 5 ريثما يتم تجهيز الكباس الخاص لهذا البئر. شو عم تساوى؟ وسع هيك شوف شو فيه. شو عباه؟